بسم الله الرحمن الرحيم. انتهت عملية الانتخاب والفرز في الدائرة الثالثة لانتخابات المجلس البلدي، وأسفرت النتائج عن الآتي: بدر العسعوسي 694، خليفة الخدة صوت واحد، زينب الحساوي 57، ضرار الدعيج 2130، فهد مساعد العبد الجادل 2510، محمد الضاعن 1961، محمد القديري 372، محمد الضبية 1462، وعليه يكون المرشح فهد مساعد العبد الجادر، هو من حصل على المركز الأول ممثلا عن الدائرة الثالثة في عضوية المجلس البلدي. مبروك للفائز، وحظ أوفر لمن لم يحالفهم الحظ.